انه شو عم تعمل يعني هلا؟ مثل ما لك شايف تارك لك هالقصر ونازل على الشام. عم تعاقبني على شيء انا مالي ذنب فيه؟ شو بدك تعمل بالشام؟ ما انك شايف الوضع هنيك كيف مكركب؟ بلا شايفه وشايفه احسن منك، بس خليني انزل اشرف لي لانه هي ما عادت عيشي. طب بس فهمني، انا بشو غلطت معك؟ اذا وحده طقمخها وفاز غرام علي ليله عرسها، انا شو دخلني؟ انت شربكتها للبنت وفوتها ب 600 حيط. على انت حلوه كثير وانت احلى مره بالعالم وكله هيك بصوتك السلال مع تدبيله عيون لحد ما لحسن لها مخها وخربت عليها جوازي. وانت زعلان لانه خربت جوازتها؟ وينو جابر؟ جابر سمعتوا يا معكم لبكره الصبح لحتى تتركوا الغرفه، مفهوم؟ انا هلا ماشي ابو رياض وحقك على راسنا، ستور ما شفت منا. ابو رياض في مجال نحكي كلمتين جوا؟ شوفوا لك انت بالذات مالك حكي مع النوب، يا عيب الشوم عليك، عملناك مثل اخ لنا. لك تفوق. لك يا ابو رياض الموضوع مو هيك ابدا، فوت لحتى فهمك الله يخليك. لك عيدك ولك ما نفهم منك شيء منوب، لبكره الصبح بجيب المفتاح، فهمت؟ إيه من بالك فكرة النزلة على البلد؟ خلينا نفكر شو بدنا نعمل بالورطة اللي احنا فيها. شو بدك تعمل؟ مو شو بدنا نعمل؟ طيب ماشي، وين بدك تقعد إذا نزلت؟ وين ما كان بقعد عند ولاد عمك ضاحت اتسيا لبين ما دبر راسي. ولك يا سيدي بنام بالجناين أشرف لي.